يقول أنا حامل لمرض من الأمراض الخبيثة وأيضا زوجتي، وقد أتينا بابن مصاب أيضا بهذا المرض، فهل يجوز أن أعمل لزوجتي إجهاض قبل الأربعة قبل مضي 4 أشهر؟ لا يجوز الإجهاض، لا يجوز هذا، لا يجوز الحمل، ما يجوز إسقاطه، وما يدريك لعل الله يشفيه ويعافيه من هذا المرض، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. المهم لا يجوز الإجهاض خوفا من المرض. نعم.